السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طيب يا شباب، أمس كنت على البث المباشر وعم ألعب رومات سنايبر 1 في 1 ضد المتابعين. فجأة يا شباب بيجيني أبو خالد بيطلب مني إنه يلعب روم 1 في 1. أوكي يا شباب، أبو خالد فات وهزمني بفارق كل، عن جد كان بيستاهل الجيم بكل جدارة. ولكن المشكلة ما هون، المشكلة إنه طلبت من صاحبي عبد الله إنه يدخل ويلعب ضد أبو خالد 1 في 1 لعل وعسى ياخذ فتارنا يعني، ولكن للأسف كمان هزموا لعبد الله بنفس النتيجة. فأنا يا شباب عدلت من حساسيتي وحاس حالي إنه مستعد للرومات بشكل أكبر هاي الفترة، فمشان هيك طلبت من أبو خالد إنه يرجع يتحداني 1 في 1 سنايبرات. فقبل ما أعرض لكم الفيديو يا شباب، بدي منكم طلب، أتمنى تلبوني، تابعوني حساب التيك توك يا شباب، راح تشوفوا الرابط في صندوق الوصف بالإضافة للتعليق المثبت، لأني في ناس عم تعمل حسابات تيك توك باسمي وأنا ما بدي هذا الشيء يصير. فبس يا شباب بدون ما اطول عليكم كثير، اترككم مع الفيديو مشاهده ممتعه. يلا جاهز يا ابو خالد؟ انا جاهز للجلد. يلا يلا، حان الوقت للانتقام يا ابو خالد، حان الوقت للانتقام، وراح تبلع يعني راح تبلع. اوكي، في البدايه لازم اكون شوي هادي في اللعب. يلا ابو خالد، يلا بدك تسلم اليوم على الشهداء اللي معاك. يلا. اوه كيف؟ ابو خالد بلش شغله ابو خالد. يلا ابو خالد جهز نفسك للوبي يا روحي. يلا لعيونك يا عبد الله. يلا لسه هاي البداية لأبو خالد، لسه هاي البداية. يا حرام كيف ضيع لي ايمي يا اخي، حركته حركته حلوة. موفمنت خرافي والله. نحن كمان عنا موفمنت يا باشا. يلا يا ابو خالد يلا جهز لي حالك للهوبي. يلا يا اللاعب ما ضرب. يا الله على الجلتشات الغريبه اللي بتصير معي. سريع. حلو فيه انه سريع. ابلع. يا حرام كيف ضاع الايم. ابلع ابلع. سبرايز يا ابو خالد، لسه هاي البداية انتظرني يا اخي. اذا ضيعت طلقة ضد ابو خالد خلص جي جي. يلا ابو خالد. ما الحركة تبعيته كثير كثير هيك فيها شيء حلو يعني. يا الله شيطان. ابلع. ابلع. يلا ابو خالد جهز نفسك للوبي يا ابو خالد. هيت مارك. يلا ابو خالد يلا اخر كل. لعيونك يا عبد الله، ابشر. او ماي جاد واو. هاي لعيون عبد الله يا شباب، هزم عبد الله على البث وعبد الله حاول معه بس ما حسن. هاي احلى فزع لعيون عبد الله طبعا، لعيوني كمان لاني كمان انا هزمني على البث المباشر تبعي.